السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي شي وتومي انصاف. اليوم جيت لكم فيديو جديد. اليوم جيت غادي نحضر معكم ان شاء الله المهلبية بطريقة احترافية سهلة كتجي لذيذة بزاف كتستحق التجربة ديالكم. نخليكم على المكونات والطريقة. في المكونات كنحتاجو لتر من الحليب، جوج ياغورت بنكهة الفانيلا، عندي كذلك واحد ملعقة من الماء ديال الزهر، عندي جوج اكياس من السكر فانيلا، عندي 4 ملاعق كبار من النشا، وعندي 3 ملاعق كبار من السكر حبيبات. وكتبقى الحلاوة دائما حسب الرغبة وحسب الذوق. كنديروا الحليب في كاسرون وغادي نزيدوا عليه النشا، 4 ملاعق ممتلئه كبارين ديال النشا اولا المايزينا، وكنديروا 3 ملاعق كبار من السكر، انا كندير حتى ل4 الملاعق كتعجبني تجي حلوه. وكيف ما ذكرت لكم في الاول كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضهم وغادي نديرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتبدا تتقال عندنا هاد الكريمه وتبدا تعقد. كنوضعوها على نار متوسطه، كيف ما كتلاحظوا ها هي هنايا بدات كتتقال عندي الكريمه. صافي كنحيدوها من فوق النار بعد ما كتكون غلات وتقالت. كنزيدو لذاك الحليب 2 اكياس من السكر فانيلا، وكنزيدو كذلك الياغورت، عندي 2 ياغورت بنكهه الفانيلا كذلك. يمكن لكم تستعملوا النكهه اللي كتفضلوا واللي بغيتو، انا كتعجبني النكهه ديال الفانيلا لذلك درت 2 ديال الفانيلا، وانتوما كيبقى على حسب الرغبه طبعا تستعملوا النكهه اللي بغيتو اللي كتفضلوا ماشي مشكل. غادي نزيد كذلك قطرات اولا ملعقه من الماء ديال الزهر، كيبقى اختياري اللي ما كيعجبوش المذاق ديال الماء الزهر يستغنى عليه، فالنتيجه كتكون بحال غير داك الماء الزهر كيعطيها واحد النكهه اخرى. اللي ما كيعجبوش طبعا يمكن ليه الاستغناء عليه، ماشي بالضروره انكم ديروا داك الماء ديال الزهر، انا مره كنديرو مره ما كنديروش، وكتكون النتيجه نفسها يعني مرضيه كتجي زوينه. صافي وكنخلطوا هاد المكونات مع بعضهم جيدا حتى كيتخلط لينا الياغورت والفانيلا مع الحليب، كيندمجوا مع بعضهم جيدا. ثم كنكونوا في هاد الاثناء موجدين الكؤوس اللي غادي نقدموا فيهم هاد التحليه، وحاولوا انكم تكونوا سراعين باش ما تبردش معاكم في هاد المرحله يعني وتتقصح عندكم في الكاسرونه، فكونوا سراعين في هاد المرحله قبل ما انها تبرد لكم في الكاسرونه. انا غادي ندير هاد المره في هاد الكؤوس هادو، وانتم يمكن لكم تستعملوا في الكؤوس اللي عندكم. صافي كنفرغوا الكميه في دوك الكؤوس تكون قد بنفس العبار طبعا. انايا هنايا راه دارت ليا شي تقريبا 8 ديال الكؤوس، وغادي نمشيو باش غادي نوجدوا الصوص ديال الفريز. عندي هنايا كميه من الفخيز، عندي 2 ملاعق كبار من السكر، كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي الفريز مجمد خشبته من المجمد. غادي نطحنوا مع داك السكر 2 ملاعق كبار من السكر، غادي نزيد ليهم 1 2 معالق كبار من الماء، وغادي نطحنوا حتى كنطحنوا جيدا. انا هنايا كيف ما ذكرت لكم درت الفريز مجمد، بقى عندي شويه عاقد حتى غادي يطلق راسو صافي وغادي يولي سائل، ما غاديش يبقى كيف ما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل ديال الصوص ديال الفخيز، كيكون على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا راه مجمد
بحال الكلاص. صافي هنايا بعد ما عمرت الكؤوس ديالي وخداو درجة الحرارة ديال المطبخ طبعا، كنبدا نفرغ اولا كنحط واحد الكمية من ديك الصوص فخيز اللي وجدت فوق الكؤوس بهذه الطريقة باش نزين بها الكؤوس ديالي بهذا الشكل. هذا كنوضع كمية في كاع الكؤوس تكون متساوية طبعا كيف ما ذكرت لكم في الاول. صراحة هاد التحلية كتجي رائعة، من احسن التحليات اللي جربت. انا وليت كنديرها دائما يعني ولات المعتمدة عندي صراحة، كتعجب الكبار والصغار وكتجي لذيذة بزاف. كنصحكم باش انكم تجربوها، وحنا راه دابا مقبلين على الشهر المبارك رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة. فهاد التحلية ان شاء الله تبقاو توجدوها في رمضان، سهلة مكوناتها بساطين بزاف وكتجي لذيذة 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 بزاف. ما غاديش نقدر نوصف لكم قداش انها لذيذة، حتى تجربوها وانتوما غادي تذوقوا غادي تحكموا ديك الساعات عليها. صافي هنايا بعد ما عمرت الكؤوس ديالي ديك الصوص ديال الفخيز، وماشي مهم انها تكون صوص فخيز، يمكن لكم تستعملوا كذلك الصوص ديال المونك اولا ديال الكيوي وكذلك الليمون، يعني اي صوص تقدروا توجدوها في المنزل ديالكم وتزينوا بها حسب الرغبة. يعني اي فاكهة عندكم تقدروا تطحنوها، يعني تكون هكا اللي غادي تجيكم مجمدة صافي، وغادي تزينوا بها بحال الكيوي بحال المونغ. هنايا للتزيين كذلك غادي نضيف هاد الحبات ديال الفراولة اللي غادي نشرطهم اشرطة مقاربين على بعضهم بلا ما نوصل للحافة ديال الفخيز صافي. وكنحاول انني باش كنحل دوك الفليحات اللي انا فلحت ديك الفريزه، وكنوضعهم في الوسط ديال الكؤوس كتزيين اولا اضافه. يمكن لكم تستعملوا كذلك الكريمه، الى عندكم الكريمه تقدروا انكم تزينوا بها كذلك، كتعطي واحد المنظر اللي هو جميل. اللي ما عندوش الكريمه اولا الفراوله يمكن لكم تزينوها بالفواكه الجافه كذلك، يعني التزيين كيبقى اختياري، ماشي بالضروره انكم تستعملوا نفس التزيين، التزيين كيبقى دائما اختياري وحسب المتوفر والموجود في المنزل. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه اولا المهلبيه اللي كتجي رائعه، الوصفه الناجحه 100% كتجي لذيذه بزاف. وشكرا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله ووصفه جديده. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.